ذلك رئيس الجمهورية يساند مسجد باريس. وعلاش مسجد باريس راه في حرب؟ واش هذا مسجد باريس؟ واش روح نفتح مسجد الجزائر فتحوا يخدم قبل ومن بعد هكذا. قال يساند مسجد باريس واشني هذه؟ قال لك أعرب رئيس الجمهورية هذه ما شفناهاش من قبل. رئيس الجمهورية نجد تبون وراه في ألمانيا داري عن مساندته لمسجد باريس في مختلف مبادراته لرب جسور الروابط بين الجالية والبلاد الأم. دابون مسجد باريس ما هوش مداير للجالية. لون مسجد باريس مؤسسة فرنسية تخضع لقانون 1901 مسجد باريس يسيروا فيه فرنسيين هم جزائريين. حتى اللي كان جزائري ورفضوا له الجنسية الفرنسية عاودوا مدوها له، لأنه هذا محمد والنوغي أنا نسميه بالاسم ويعرفني مليح ونعرفه مليح، وإذا كان قادر يعني هو كان شكله يبقى نذكره يبعث لي معي ونقوله ما يذكرنيش رحم والدي. لا إنه كلمة حقولة وتلاقيته وقعد وشربنا قهوة وكلمة حقولة. محمد والنوغي هذا اللي راه هو المدير الإدارة العامة لمسجد باريس، هذا كان عميل في الجزائر جهاز المخابرات وقتل مواطن جزائري وبعدوه لأنه كان معروف الناس عرفوه قدامنا، بعدوه لفرنسا. خدم في فرنسا باجاجيس حمال في مطار أورلي، بزاف ناس يعرفوه ومنهم عبد الوهاب بوقزوحة يعرف. ومن بعد ولا يخدم زفاف للمخابرات الفرنسية ودخل مجموعة من الجزائريين لاجئين جاو طالبين اللجوء السياسي في فرنسا، دار لهم مكيدة، حط لهم سلاح في الابارتمون وين يسكنوا وبعث لهم البوليسي ودخلهم الحبس، ضربوا عامين 30 حبس. هذا محمد والنوغي اللي هو راهو مدير الإدارة العامة لمسجد باريس، وضرب تشيبا حتى يقول فيكس الحلال، هذاك تاع الحلال يضرب فيه تشيبا حتى يقول فيكس، وشاري ابارتمون غران لوكس في اسبانيا ومدربو على زيربو تاع فرنسا. مش امور هذا على كل حال القضية تاعو لما قتل مواطن جزائري في إطار زعما محاربة الإرهاب، محمد سمراوي ذاكروا في كتابه كرونيك دي زاني دو بلاس، محمد سمراوي ذاكروا حكى القصة تاعو كاملة، مناش نجيبو من دماغنا. دونك هذا نهار اللي طلب الجنسية الفرنسية رفضوها له الفرنسي، وراني الوثيقة وراني قال لها وليك مرفضوها على خطراش كنت تخدم، قالوا لي انك كنت تخدم مع جهاز الامن في الجزائر. ولكن بعد عاودوا مدوها له لانه بورسيرفيس روندوسيلي عاد خدام عندهم، خدام حزام، وما مش على جالي قال كان خدام فلا، لانه على بالهم بليه باللي قتل دونك ما يقبلوش ولا قبلوا عادوا الدين. دونك تبون باش يقول لهم نساندكم في مختلف مبادرات المسجد ديال الراو بين الجاليه والبلاد. المسجد مفتوح لكل المسلمين تاع فرنسا، من المالي للتونسي للمغربي للجزائري للمصري للغيني للنيجيري، كل المسلمين مفتوح. ما هوش مداير باش يدير جسور بين الجالية والبلاد الأم، دي بلاد الأم راهي السجن، هذه الأولى. وزيد الجزائر راهي تمد مشاغل نقطة تبون من قبل، تمد 2 ملايين أورو كل شهر لمسجد باريس. مسجد باريس ما هوش محتاج 2 ملايين أورو ولكن يدوها حتى يتقاسموها. إيه
تزيد المال البحر، تزيد المال البحر، مش محتاجين دراهم. ولكن ما الحكايه انه مسجد باريس كان في وقت من الاوقات كان العش تاع المخابرات الجزائرية في وقت من الاوقات، تطيح بالمخابرات الجزائرية عاد وداخل يشريو في بعضهم ويديروا في بعضهم وكذا، ما بقاتش الاخر. المخابرات الفرنسية هي اللي تركت في داخل مسجد باريس، دارين العجب، حاكمين كلش، كيفاش يدير هذا التبون على مسجد باريس واش تاع؟ ويقول لك كشف بيان لمسجد باريس صادر اليوم أن رئيس الجمهورية أجرى مكالمة هاتفية مع عمة المسجد للاطمئنان شمس الدين حفيظ على سير عملية قضاء أبناء الجالية الوطنية بفرنسا لعطلتهم في الجزائر. قال لك عيط الحفيظ شمس الدين، وحفيظ شمس الدين ماهوش رجل دين، ماهوش رجل تاع سياسة، حفيظ شمس الدين محامي مشى لفرنسا، كان محامي في الجزائر ولكن مشى لفرنسا دار فيها خيوط، ما عطاولوش محامي تاع السفارة لأنه كان واحد آخر مديها له، ظن أسامور اسمه، كنت لقيته أكثر من مرة وما مشاركنا في حصص التلفزية في فرنسا، دار محامي تاع مسجد باريس. ومن بعد بمساعدة المخابرات الفرنسية داروا كوديتا لداري بوبكر، أعطوا له مصروف كبير، قالوا استقيل وجد روحك، وحفيظ صاب روحو هو عميد مسجد باريس، وكي نهار يانا فوار هذاك الدين ولا مع أي هاشم، ومع محمد النوغي. ونهار اللي داروا الكوديتا لداني بكا راحوا للجزائر واستقبلهم تبون دوفون لو فات اكومبلي، يعني من راحوا له قال باش داو عندهم صروف انكور. كان في الاخر راهو يتبع في سير العمليات تاع قضاء ابناء الجاليه في يعني عطله في الجزائر، قال لك بعثوا 900 طفل من ابناء الجاليه لقضاء ايام من العطله في الوطن الام من فرنسا، هم زايدين في فرنسا وبيدهم زايدين في فرنسا وماتهم زايدين في فرنسا، مش محتاجين لك، راك طيش في الدراهم في عوض ديال 900 طفل تصرف عليهم، جايبهم من باتنا ومن خنشلة ومن البيض ومن بشار ولعب ودير لهم عطلة صيفية جايبهم من فرنسا كانوا يتمولكوا وتجيو سيديك زوتيزم ولو وتعطي لهم كلها. هذا دايرين أعداد الشعب، أعداد الشعب لأنه هذو الوليدات اللي جايين من فرنسا مش محتاجين هنا، إنهم با بوزوان فرنسا على بالك اللي عنده دراري وكذا. الكاف تعطي لهم لي بون فاكونس، ومع ولاد لي زيميغري اللي يجوا للجزائر يروحوا للجزائر الفواياج تاعهم خالص من عند لاكاف، من عند لاكازا لوكاسيون فاميليال، البيي تاعهم تعطيها خالص ولا جزء منه خالص من عند الدولة الفرنسية، محتاجين تبون باش. المهم كملوها مع السفير جديد تاع سلطنة عمان ونختموا السهرة ديالنا. Yeah.